are home now. عاد رشادة عمر يونس خلي يونس بيومي عزيز ببرنوسة يونس بيالا يونس بيالا عارف الغالي طبعا الكلاش ناتون الغنم تتسق الدافي دباب العزيزية أي أسل اللي هون ترافز لا لا شو الكلاش نات تعتبرون أم إسرائيليين ديس قناسي سلاح سلاح وتنس النهاية نجي قبل ونخدم شغفس ناس مدنيين متطوع المدنيين طرق اه جميع عارف جميع عارف الله اكبر الله اكبر الله اكبر تكفير تكفير الله يبارك الله يبارك يقابلني من وليد نسحب المزدة بخطة تكتيكية معينة لا أكثر ولا أقل إن شاء الله بعون الله تعالى سنتقدم السنة الجاية بقيادة 100% إن شاء الله لا 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 ثم أمن تسلحن ولا أبو شيلن الله يبارك التي كانت مليئة بالزخائر الزلة دايما وين هذا شبع مصعب يا طلطمان سوق دايف صواريخ وكل ما يخزن لمدى 40 سنة ولا دريم الشعب الليبي شحمن يبوه صواريخ بالجملة على مد البصر في منطقة مزدة طبعا آخر عمر والله يسر الله وخلاص تهبط وخلاص من رأي مثل المشهدو يدور على الجبال سل من ذاتها من المسلحة وقت يسر أكتو طرمانين من الرأي الساق لا اله الا الله عربان كيوس ترى طارق ها اطف ترى باقي الصيف والصوت اكيد احتاج ان احكي في الصمت ترى اطف على مد البصر على مد البصر والله على مد البصر يا جماعه شوف دريم من الشعب من يكور شوفوا الشعب وين يمشوا ها بس بالكم بسرعة ورا الغام ولا حاجة هذا الشباب بخير حركة بخير صغرت صدري لتنفجر صدري صغرت صدري لتنفجر صدري آه.
قادر منك قول لي واش طالع باش بحثات تصور ساعه سنه تسنى هكا يا سيركبش 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 صح انا كنت راك الساعه شباب بلا تفرج الشضايا هو الشضي فدوش من تشم كيسارس الثاني هاي ايوه ماني طارق الكلاش للتمريض المردمني ماني لا الكلاش لتيه للتمريض الموت ماني ماني عادنا لا هذا قليل من كثير الشعب الليبي في الإمدادات بتاع شهر 5 و6 و7 يجيبوا في شاحنات ويعبوا خلاص 14.5 تحرق لك هنا كنتوا قورة 10 راح يطارق 14.5 وما يعمر 14.5 التسميات من علب مدرسية حجار واتي الشحن كان يطلع من المخازن هذا ويجي السيارات يرفع الحمد لله رب العالمين يضربوا في المدن الله اكبر الله اكبر تفرج نفس الشضايا يا شباب قول بدنا جديد خلاص ايش هو اللي طمع اكتب هذه تكبزه والله متفجر ايش بحول انا بكبر بحرها صح الارضيه الاف 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 مئات الالاف وبرا المدى بلا صوت طاف يا كان وش شمال افريقيا على حق اكبر مخازن في شمال هذا كله ذخيرة هذا كله ذخيرة شو نوعيته دبابات ومدفعية
فلاش شنو ندير به؟ شنو ندير به ترفع فيه؟ نبيعو فيها الحاج كل صواريخ هذا. صار اطنان هنا يا